اليوم في مادة الفيزياء درس النظام العالمي للوحدات الجزء الأول. بداية عزيز الطالب، لديك أهداف هذا الدرس، ستتحقق هذه الأهداف إن شاء الله بعد نهاية الدرس. ننتقل الآن إلى أنظمة القياس حسب اعتمادها لوحدات الكتلة والطول والزمن، ولكن قبل أن نتعرف على هذه الأنظمة خلينا نوضح شغلات بسيطة. في كل دولة من دول العالم تم اعتماد مجموعة من الوحدات للكتلة والطول والزمن، فكان هناك اختلاف بين هذه الوحدات. سنتعرف الآن على أنظمة القياس حسب اعتمادها لوحدات الكتلة والطول والزمن. النظام الأول وهو النظام الهندسي البريطاني، اعتمد وحدة الباوند لقياس الكتلة، ووحدة القدم لقياس الطول، والثانية لقياس الزمن. بينما النظام المتري كان مقسم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى يرمز لها بـ NKS، واعتمد الكيلوغرام للكتلة والمتر للطول والثانية للزمن، بينما المجموعة الثانية من النظام المتري يرمز لها CGS، اعتمدت غرام للكتلة والسنتيمتر للطول والثانية للزمن. ثم جاء النظام الأخير وهو النظام العالمي للوحدات، ويرمز له SI، واعتمد فيه الكيلوغرام لقياس الكتلة والمتر لقياس الطول والثانية لقياس الزمن. ولكن مع وجود هذا الاختلاف في وحدات القياس للكتلة والطول والزمن، جاء النظام العالمي للوحدات ليوحد وحدات قياس الكميات الفيزيائية. دعنا نتعرف الآن إلى سبب ظهور النظام العالمي للوحدات. كان سبب ظهوره وجود أنظمة وحدات واختلاف هذه الوحدات بين الأنظمة، أدى إلى وجود صعوبات في تبادل البيانات، فظهر النظام العالمي للوحدات موحداً هذه الوحدات. إذن بسبب وجود اختلاف بين وحدات القياس للكتلة والطول والزمن وغيرها من الكميات الفيزيائية بين الدول، كان هناك صعوبة في تبادل البيانات بين أي دولتين، وذلك عند نشر الأبحاث ونشر الدراسات. فجاء النظام العالمي للوحدات ليوحد هذه الوحدات، واستخدم فيه أيضا البادئات العلمية، وسيتم دراسة البادئات العلمية في الجزء الثاني من الدرس. نتعرف الآن على الوحدة المعيارية. هي وحدة قياس متفق عليها إن استخدمت من قبل شخصين لقياس الكمية المحددة نفسها حصلا على المقدار نفسه. وحدة معيارية يعني وحدة بتفق عليها أي شخصين في العالم في أي مكان وفي أي زمان. وإذا التنين استخدموا هذه الوحدة لقياس الكمية المحددة نفسها رح يحصلوا على نفس النتيجة ونفس المقدار. اشتمل النظام العالمي للوحدات على مجموعتين من الوحدات، وهي الوحدات الأساسية والوحدات المشتقة. الوحدات الأساسية هي وحدات لسبع كميات فيزيائية أساسية تضمنها النظام العالمي للوحدات. إذن الوحدات الأساسية هي وحدات لسبع كميات فيزيائية درسها النظام العالمي للوحدات، وهي الطول والكتلة والزمن، درجة الحرارة، التيار الكهربائي، كمية المادة والسطوع. بينما الوحدات المشتقة هي وحدات لكميات فيزيائية غير أساسية اشتقت من وحدات الكميات الأساسية. إذن الوحدة المشتقة هي وحدة لكمية فيزيائية غير أساسية يتم اشتقاقها من الوحدات الأساسية، وسندرس لاحقا كيف يتم اشتقاق هذه الوحدات. الجدول الآتي يوضح الكميات الفيزيائية الأساسية ووحدة قياس كل كمية في النظام العالمي للوحدات ورمز كل وحدة. الطول يقاس بوحدة المتر ورمزها ميم، الكتلة وحدة قياسها كيلوغرام، الزمن ثانية، درجة الحرارة تقاس بالكلفن، التيار الكهربائي أمبير، السطوع قنديلا، مقدار المادة مول. إذن هذه سبع كميات فيزيائية تندرج تحت الوحدات الأساسية. هذا الجدول حفظ غيبا. ننتقل الآن إلى الوحدات المشتقة. الوحدات المشتقة هي وحدات لكميات فيزيائية غير أساسية اشتقت من وحدات الكميات الأساسية. إذن أنا برجع للوحدة الأساسية مشان
أشتق الوحدات المشتقة وأحدد الوحدات المشتقة. استخدمت في صفوف سابقة وحدات قياس مختلفة، مثل المتر لكل ثانية لقياس السرعة، والمتر المكعب لقياس الحجم، والنيوتن لقياس القوة، وغيرها الكثير من الوحدات. هذه الوحدات كلها تعد وحدات مشتقة، ويمكن التعبير عنها دائما بدلالة الوحدات الأساسية، مثلا كالتعبير عن وحدة السرعة بدلالة وحدتي الطول والزمن. ليش استخدمت للسرعة الطول والزمن؟ لأن قانون السرعة هو المسافة على الزمن، المسافة بوحدة المتر والزمن بوحدة الثانية، فتكون وحدة قياس السرعة متر لكل ثانية. ننتقل الآن إلى الكميات الفيزيائية المشتقة من الوحدات الأساسية. هذا الجدول مش حفظ، ولكن لازم نعرف ما هي الوحدات المشتقة: التسارع والشحنة والتردد، القوة والطاقة والقدرة والضغط، جميعها كميات فيزيائية وحدتها مشتقة من الوحدات الأساسية. ننتقل الآن إلى كيف يمكن اشتقاق وحدات القياس المشتقة. بداية يجب أن نستخدم القانون العلمي للكمية الفيزيائية، مثلا نريد أن نشتق وحدة السرعة، فنستخدم قانون السرعة وهو المسافة على الزمن، ثم نحدد نوع وحدة القياس للعوامل الموجودة داخل القانون. يعني حكينا السرعة تساوي المسافة على الزمن، المسافة والزمن هي عبارة عن عوامل، بحدد هل وحدتها أساسية أم مشتقة. نأخذ مثال ونشوف كيف رح نشتق الوحدات الكميات الفيزيائية مشتقة. اشتق وحدات الكميات الفيزيائية الآتية بدلالة وحدات أساسية من النظام العالمي للوحدات، معتمداً على العلاقات الرياضية لتلك الكميات. رح نشتق وحدة السرعة. بداية نضع قانون السرعة ويتم إعطائه في الامتحان. السرعة تساوي المسافة على الزمن، إذن أول خطوة بنحضر قانون السرعة. بداية داخل قانون السرعة يوجد كميات فيزيائية، بحدد طبيعة وحدة قياس كل كمية. شو يعني طبيعة وحدة قياس كل كمية؟ يعني بحدد هل الكمية الفيزيائية هاي وحدتها أساسية أم وحدتها مشتقة، وذلك حسب الجداول السابقة. المسافة والزمن هي وحدات أساسية. بعد ما أحدد طبيعتها وأحدد إنها وحدة أساسية، نضع وحدة قياس كل كمية فيزيائية في القانون العلمي. ننزل السرعة تساوي المسافة وحدة قياسها متر، خط القسمة بينزل عادي ما بيتأثر، والزمن يقاس بوحدة الثانية. إذن وحدة قياس السرعة متر تقسيم ثانية. طيب نيجي نكتب وحدة قياس السرعة بالرموز، تكون السرعة تساوي متر على ثانية، وممكن أقرأها متر لكل ثانية. نشوف الوحدة الثانية، الطاقة الحركية. الطاقة الحركية هي وحدة مشتقة، قانونها نص ضرب الكتلة ضرب السرعة تربيع. هلأ النص ثابتة في القانون ما بتتغير، فبالتالي هاي النص ما بتأثر علي، بخليها على جنب. هلأ حكينا بعد ما نحدد القانون نحدد طبيعة كل كمية موجودة في القانون، يعني بحدد هل الكتلة وحدة أساسية أم مشتقة، والسرعة كذلك. الكتلة وحدة أساسية حسب الجداول السابقة، والسرعة وحدة مشتقة. نزلنا وحدة الكتلة وهي كيلوغرام، ضرب يعني دد، الدد هاي النقطة يعني ضرب. وحدة قياس السرعة متر لكل ثانية، ولكن في القانون السرعة تربيع، يعني لازم أوحد متر لكل ثانية تربيع. زي ما بنعرف بالرياضيات بنوزع الأس التربيعة على البسط والمقام، فتصبح وحدة قياس الطاقة الحركية كيلوغرام ضد متر مربع لكل ثانية تربيع. آخر شيء نتعرف على كيفية اشتقاق وحدة الحجم. قانون الحجم الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. نحدد طبيعة كل كمية فيزيائية، الطول والعرض والارتفاع جميعها وحدات أساسية، ووحدة قياسها متر، الطول متر ضرب العرض متر ضرب الارتفاع متر. تذكر أنه في حالة الضرب نجمع الأسس، جميعها أسها واحد، ولما أجمعها تطلع متر تكعيب. بالرموز تصبح وحدة قياس الحجم متر أس 3. عندك يا تاسع سؤال واجب، اشتقاق وحدة قياس كل من التسارع وطاقة الوضع والكثافة. هذه القوانين استخدمها في حل الواجب.
عزيز الطالب، قم بنقل الشرح على الدفتر ثم حل الواجب لتتأكد من فهمك للدرس. هيك بنكون أنهينا الجزء الأول من درس النظام العالمي للوحدات. شكرا لكم، يعطيكم